تأسست شركة ترفيه عام 1996 ميلادية كشركة تابعة لمجموعة سيدكو القابضة، والتي تعتبر إحدى أكبر مجموعات الأعمال في المملكة العربية السعودية، والتي تحظى بحضور دولي فعال. شركة ترفيه تشغل 3 سلاسل لمطاعم عالمية، بالإضافة إلى سلسلة واحدة لمطاعم محلية. تعد أبل بيز أكبر شركة مطاعم متخصصة في تقديم الوجبات الكاجوال في العالم، بمطاعمها التي تزيد عن 2000 مطعم. ترفيه حاصل على أكبر علامة تجارية لمطعم أبل بيز في الشرق الأوسط، حيث أنها تشغل أكثر من 20 مطعم في مختلف أنحاء المملكة. الجدير بالذكر أن أبل بيز قد فازت بلقب صاحبة الامتياز التجاري للعام 10 مرات، كما يتعدى عدد فروع أبل بيز عدد فروع أي علامة تجارية أخرى لمطاعم الكاجوال في المملكة. مطعم رومانوز ماكاروني جريل هو إحدى المطاعم الأمريكية الرائدة التي تقدم المأكولات الإيطالية الطازجة. أوشن باسكت هي بوابة عريقة للمأكولات البحرية من جنوب أفريقيا. مطعم بوابة الصين، تم إنشاء بوابة الصين من شركة ترفيه، والذي يقدم تشكيلة واسعة من الوجبات الصينية والشرقية السريعة. في مجال تشغيل المطاعم، عنصر النظافة يعتبر من أهم الجوانب. كل ضيف يريد أن يستمتع بالطعام، لكنه يريد أيضاً أن يضمن أنه آمن ومتوافق مع مقاييس النظافة. لهذا السبب يعتبر الحفاظ على نظافة منطقة تناول الطعام والمطبخ ودورات المياه أكبر جانب يعكس مدى النجاح الذي يسعى المطعم لتحقيقه. النظافة الحقيقية في المطعم تساعد على خلق الثقة مع العملاء، وأيضاً تساهم في زيادة مدى رضاهم. في مطاعمنا نتعامل مع النظافة بأهمية كبيرة. دعونا نأخذكم في رحلة قصيرة لنريكم كيف نفعل ذلك. نقدم تدريبات احترافية دقيقة لكل طاقم العمل، لنحافظ دائماً على نظافة العاملين الشخصية ونظافة المطعم ككل. نعقد أيضاً تقييم تشغيلي مستمر، بالإضافة إلى الاهتمام بمنظر طاقم العمل العام. لدينا أنظمة صارمة بخصوص غسل اليدين بشكل مستمر، ولبس غطاء الرأس مع القفازات. نحن صارمون جداً عند اختيار مكونات أغذيتنا ومكافحة مسببات التلوث. يمكن منع 1,000,000 حالة وفاة بمجرد غسل اليدين بشكل مستمر. غسل اليدين يمكن أن يقلل من التهابات الجهاز التنفسي بمعدل 16%. حوض المطبخ يحمل كمية من الجراثيم أكثر ب100,000 مرة من تلك الموجودة في دورات المياه. لوح التقطيع العادي يحتوي على بكتيريا أكثر ب200% من تلك الموجودة على كرسي دورة المياه العادي. خبراء النظافة ينصحون باستخدام لوح تقطيع منفصل للحوم الحمراء والدواجن والسمك والخضار. أكبر خطر إصابة في دورات المياه يأتي من الأسطح التي يتم لمسها باستمرار، والتي تشمل سيفون وكرسي الحمام ومقابض الأبواب. بعض الأقمشة تلتقط الجراثيم بسهولة. غسل الأقمشة المتسخة بدرجات حرارة عالية يمكن أن يقلص خطر الإصابة. طبخ الدجاج إلى أن يصل إلى 70 درجة مئوية يضمن أنه آمن للأكل. وسط الطعام يحتاج إلى وقت طويل لهبوط درجة حرارته، مما يجعل ذلك بيئة مثالية لنمو البكتيريا،